لمزيد عن استمرار المتظاهرين في ميادين الثورة كافة في العراق في حراكهم من أجل إسقاط نظام المحاصصة الطائفية على الرغم من القمع المستمر من الميليشيات والقوات الأمنية، معنا هاتفيا من بغداد الناشط في التظاهرات زيد الساعدي، مرحبا بكم. إذا اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت أنها حددت 30 من هذا الشهر حزيران موعدا لمليونية الخلاص، ما توقعاتك لاستجابة المتظاهرين في أنحاء المدن الثائرة لهذه الدعوة؟ أولا عليكم السلام، مرحبا بك وبكل متابعي قناة الرافدين. حياك الله. نحن في العراق لم تقف التظاهرات أبدا، يعني هي مستمرة، وحتى في هاي الفترة ولو كان العدد القليل لأنه جائحة كورونا هي اللي يعني خففت أو يعني حالة دون استمرارها وبالعدد الكافي. التظاهرات والمتظاهرين لهم مطالب. نعم. والمطالب كل الحكومات اللي تعاقبت على يعني خلال هذه الفترة ما استجابت لتنفيذ الطلبات. نعم. والدليل يعني حتى كنا نعول على تشكيل هاي الحكومة المؤقتة اللي هي حكومة الطوارئ، ومع وعودها الحقيقة بالبداية هم أعطينا فرصة لممارسة عملها حتى لا يعني يقال بأنه التظاهرات تريد تشوه المسيرة أو تخرج عن النطاق. الوحدة ثانيا وجود انتشار وباء كورونا هو اللي يعني السبب الثاني في يعني تأجيلها أو استمرارها. تماشيا مع الانتشار كورونا في خفت ساحات التظاهر في كل عموم العراق، لأنه هذا إجراء عالمي وليس يعني إجراء محلي. وتماشيا مع هذه الحالة توقفت. أما مسألة استئناف التظاهرات لأنه أعطينا فرص كبيرة، مع العلم يعني تعرضنا للانتهاكات القمعية وتعرضنا إلى القمع والترهيب والترهيب وكل الأحزاب. يعني كما تذكر الآن يعني عذر المقاطعة، كما ذكرت تزايد أعمال القمع من الميليشيات أو القوات الأمنية، هل تعتقد أن هذا القمع يمكن أن يوقف الثوار عن حراكهم الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة؟ لا يمكن إيقاف التظاهرات، لأنه نحن عندنا مطالب، يعني المطالب لحد الآن نحن بانتظار يعني تنفيذه، والحكومات كلها ما نفذت المطالب. فعلى أساس هي معركة قائمة، معركة التظاهر السلمي، وجودنا في الساحات وضغطنا على الحكومات وعلى العملية السياسية الفاشلة. طبعا ما سووا فريق شيء، ما اجت حكومة يعني لبت جزء من مطالب الشعب العراقي حتى مثل ما يقول نعمل الخير راح ينفذون المطالب الأخرى. أما لحد الآن تنفيذ المطالب يؤكد على محاسبة المقصرين. كل الأحزاب السياسية هي شاركت بالفساد وبالحالة الموجودة وبتدمير البلد ورجوع وقيادة البلد إلى الهاوية ورجوع إلى ما قبل القرون القديمة. يعني بخصوص بلد بخصوص بلد حضارة يعني عمرها 7000 سنة، احنا أسبق الشعوب بالحضارات. شوف هسه بالفترة اللي اجت فيها من يعني ما بعد 2003 بدا البلد يتراجع الى الوراء، حتى سبقتنا الدول اللي كانت بعيدة عنا بخطوات سبقتنا وتقدمت، يعني صار عندها مثل ما يقول تقدم وحضارة. طيب يعني وبدت تنشأ واحنا كل شيء ماكو. يعني بعض الاحزاب والجماعات وحتى شركاء العملية السياسية يبدو أنها تناور على أكثر من جبهة لإسكات صوت الثوار، لإسكات صوتكم. كيف تصفون مثلا محاولات سيد مقتدى الصدر لدس أتباعه بين المتظاهرين لإثارة الفتنة؟ يعني الحقيقة بالنسبة للأخوة في تيار الأحرار أو التيار الصدري
كنا نأمل منهم خيرا، لكن نشوف المواقف تبدلت. هم مشاركين بالعملية السياسية، يعني شنو الفرق عن الأحزاب الأخرى؟ هم كان يعني التيار الصدري هو مثل ما يقول مشارك بالعملية السياسية، هو بالواجهة وقاعد يلاحظ غالبية أبناء التيار الصدري هم على المتظاهرين، لكنه في يعني في حالة تلبية طلبات المهام راح يتضررون، لأنه هم مشاركين في الحكومة، مشاركين في السلطة، مشاركين في حالات القمع اللي تعرضت لها المتظاهرين المسلمين، يعني حتما هم راح يتأثرون. نعم. وكل الأحزاب السياسية تستقتل في سبيل تقضي على الثورة، لكن الثورة ما تنتهي لأن مسألة هذه ما بلا حياة أو موت. يعني أنت شنو اللي قدمت لي؟ شنو اللي تغير من الموقف؟ يوم عن يوم قاعد نتراجع، يستمر التراجع وتستمر الأذية. نعم. بلد قاعد يندمر أرضا وشعبا. بشوف الإخفاقات على كل المستويات. يعني لا كدولة، يعني ضاع العراق وذاك العروان العراق وهيبته وسيادته بالقرار، سيادته بالسنة، وجوده بين الدول. إذا لا خلاص يعني إلا بالاستمرار في هذه التظاهرات وهذه لا الثورة. خلاص إلا بتحقيق كل مطالب الجماهير. شكرا جزيلا لك. أيضا لا خلاص إلا بطرد كل هاي الأحزاب الفاسدة اللي شاركت في تدمير البلد أرضا وشعبا. شكرا جزيلا لك الناشط في التظاهرات زيد سعدي من بغداد.